السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي المتابعين متابعي قناة جرينتا سبورت، معكم أخوكم المعتصم بالله، واليوم مستمرين بسلسلة مونديال قطر 2022. وللأسف يعني المشكلة إنه مو بس نحن كسوريين، نحن العرب عموما جميعا نعطي الأمل ونرجع نسرقه، ولما بنلعب تحت ضغط بنشوف حالنا جبابرة وكذا وبيطلع معنا شيء مستحيل، لكن لما بنلعب كل الأمور بإيدينا والحلول بإيدينا ننتكس وبنسبب بخيبة وحزن مو بس لإلنا ولعائلاتنا، مو بس لمحيطنا، لكل العالم اللي بتحبنا وعم تشجعنا. للأسف خسارة تونسية من أستراليا بهدف نظيف، خسارة للسعودية من هولندا بهدفين نظيفين. فاصل ورح نبدأ. إذن خيبة أمل كبيرة، اللي بشوف تشكيلة منتخب تونس وأداؤه ضد الدنمارك يقول صدقا تونس رح ياخد أستراليا 3-4، لكن اللي صار دخل تونس بشكل عشوائي، ضغط وأهدر كرات، ضغط واستعجل أمام المرمى، شفنا فيه انعباط مستعجل، ما في انسجام، ما في تناسق. دقيقة 23 أول مدري تاني عرضية لأستراليا، روكي براسه وهدف أول لأستراليا. هلا نحن متعودين لأستراليا بحكم إنه نحن بقارة آسيا، متعودين إنه أسلوب اللعب الأسترالي الإنجليزي يعتمد على الكروس، كرة بالرأس، دائما بتشوف بيجيك مهاجم يمكاهل وكذا، يعني السلسله مستمره. وهلا دوكي تمدوا على الكروس كتير وهدف بالراس، عندنا اللعيبه بيعملوا كروس بشكل ممتاز على راسهم ليكي وارون موي. على العموم تونس بعد الهدف حست بالحرج وضغطوا واهدروا، يعني الفرص اللي اهدروها قدام الدنمارك رجعوا اهدروها اليوم قدام استراليا. للاسف يعني فرصه كانت بالمتناول واهدرها المنتخب التونسي، وهلا وضع نفسه بموقف محرج جدا، يعني مصيره ما عاد بايده، مصيره انه راح يفوز على بطل العالم حامل لقب منتخب فرنسا الجوله القادمه، وينتظر نتائج الدنمارك واستراليا عن شو ذا تسفير مشان يحصل 4 نقاط وينتظر نتائج ثانيه. للاسف كود جلال قادري اعتمد على 3-4-2-1، نفس الاسماء مرياح مساكني سليتي، يعني صدقا انا متضايق لدرجه انه ما بحسن بحكي شيء. نفس الاسلوب الماضي اعتمدوا على دفاع، للامانه كانوا جيدين جدا بالدفاع، جيدين جدا، لكن غفوه واحده كانت قاتله وكافيه بالنسبه لمنتخب استراليا لسجل هدف المباراه الوحيد. وعزوا المهاجمين للمباراه الثانيه على التوالي، 180 دقيقه تونس دون تسجيل هدف في المونديال، هذا الشيء بحزب النفس. بينما بالمقابل المنتخب الاسترالي اعتمد على 4-4-2، اسماء المعروفه كانت مشاركه وخصوصا العملاق ماثيو ريان اللي شال اكثر من كره محققه وكان صمام امان بالنسبه لفريقه وموضع ثقه عند الجميع. استراليا استحق الفوز، نعم استحق لاني دافع بشكل جيد واستفاد من فرصه وحيده سجل هدف وشكل خطوره كمان في بعض فترات المباراه، لكن دفاع التونسي كان مصحصح، هي غفوه وحيده من المدافعين، خطأ بالتشتيت وهاجم الاسترالي وسجل هدف. ان شاء الله يقدروا يفوزوا على فرنسا والنتائج الثانيه تخدمهم يا رب. اذا خساره تونس امام استراليا بهدف نظيف سجله دوكي نجم المباراه بالدقيقه 23. المباراه الثانيه السعوديه التي هزمت الارجنتين تسقط امام بولندا وبشكل غريب 2-2. السعوديه كان افضل، نعم كان افضل. السعوديه هاجم اكثر، نعم هاجم اكثر. السعوديه شكل خطوره على مرمى بولندا، نعم شكل خطوره. السعودية كان جيد بالالتحام بالتمرير وبالانتشار الملعب، نعم كان جيد، لكن ركلة جزاء مهدرة وفرص بالجملة، يعني انت افتح اول ربع ساعة من الشوط الثاني واخر ربع ساعة من المباراة تشوف انه السعودية لازم طالع 5-0 صدقا. زيلنسكي استفاد من كرة بالشوط الاول سجل هدف، ليفاندوسكي استفاد من كرة بالشوط الثاني سجل هدف، وعندهم كرتين ثلاثة بالقائم، يعني انه كانوا مدافعين وعم يرتدوا ليسجلوا. سوء حظ اليوم للسعودية بشكل مو طبيعي. السعودية بدأ المباراة بشكل ممتاز، حتى أن البولنديين اضطروا يوقفوا العناصر السعودية بالفاولات والخشونة الزائدة، وبدليل أنه أول 20 دقيقة كان 3 لعيبة من بولندا عندهم بطاقات صفر، أول 20 دقيقة فقط. هذا بيعطيك دليل أنه المباراة كان فيها ضغط سعودي رهيب، سيطرة وبسط على الميدان كله، ثقة عند اللاعب السعودي، تسديد أوفرات، توغل في العمق، لكن المرمى كان عصي عليهم. وتشيزني قدم مباراة كبيرة، صدى لضربة جزاء طوبة بالشوط الثاني شالها برباط البوط، شالها امام، هو متوفق اليوم، منحوسين كل اللعيبه السعوديين والجمهور كان اليوم صدقا، يعني انا بيرك بالبيت كان بحمسني، فما بالك اللعيبه، صدقا اللعيبه كانوا تحت ضغط رهيب كتير وكانوا بيستعجلوا الفوز، لكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. في رينارد بتكتيك 4-1-4-1 غاب عنه سلمان الفرج الشهراني، قدم مباراة كبيرة، انتشر الملعب بشكل سليم، ظروف عاندتهم. سالم الدوسري كان خايف، هو متقدم للركلة وخايف عم برجف، هلا مو سهل انه انت تشوط ضربة جزاء بمونديال وكأس عالم، يعني صدقا بدها قلب كبير هيك، ما يعني مو كل لاعب مثل زيدان بنهائي كأس العالم يحط طابة من فوق بوفون، مو كل لاعب كريستيانو رونالدو يسجل 5 مونديالات متتالية.
انا كان بفضل ان شوطه لاعب اكبر بالعمر، لاعب بيلعب كمدافع اجره قويه، لاعب ما يفكر يشوط ويرجع، لكن كان متلبك كان خايف. اعتقد انه هذا خطا مدرب باختيار اللاعب المسدد لركله جزاء. شفنا كانه طول اللعبه عم يضحك ومبسوط وثقته عاليه، بشوط بينزعج بيرجع وعم قاتل. كان لازم حدا غير دوسر يشوط للامانه، هي قلبت مجرى المباراه كلها، لاني زيلنسكي سجل الهدف الاول لبولندا بالدقيقه 39، السعوديه تحصلت على ركله جزاء بالشوط الاول نفسه بالدقيقه 46. لو مسجل وطالع الشوط الاول متعادل السعوديه، بالشوط الثاني كان راح يسجل الماكسيموم، لان بولندا هيك فايز ما في داعي يقرب، لان بس بولندا كان متعادل كان مضطر انه يقرب ويشوط ويسجل وكذا، يعني كان يعطي مساحات للسعوديين، والسعوديين اذكياء جدا باستغلال المساحات. وشفنا لعبه الارجنتين كيف انه بدايه الشوط الثاني ضغطوا واستفادوا من هدفين ورجعوا سكروا مره اخرى. السعوديين اذا كانوا متقدمين بالنتيجه بيعرفوا يحافظوا عليها، لكن اذا كانوا متاخرين بالنتيجه ما بيعرفوا لا يحافظوا على مرماهم من هدف تاني ولا بيعرفوا يسجلوا ليقلصوا او يعدلوا النتيجه. مش نيفيش مدرب بولندا اعتمد على 4-4-2، معتمد على ميلك وليفاندوسكي بالمقدمه، اللي عملوا مباراه ممتازه، مباراه ممتازه. يعني عندك 3 كرات بالقائم والعارضه لمنتخب بولندا وسجلوا هدفين على مدار شوطين، زيلنسكي هدف وليفاندوسكي هدف، اللي سجل بعد ما غاب لفتره طويله مونديال 2018 ما سجل، واول مباراه اهدر ركله جزاء، واليوم عم شوف عم يسجل هدف تاني لمنتخبه وحصل على تقييم 9.8. كان عم بيرجع ويقاتل ويفتك كرات من نصف الملعب، للامانه صار في عليه فاولات عديده، بيعرف يتمركز بيعرف يسرق فاول، وكان في عنده انفرادي اهدرها وتصدى لها العويس بشكل ممتاز للامانه. يعني هي انفرادي سددها العويس، دخل بالكره وضربت بالعارضه وطلعت لبرا. للعموم السعوديه كانت افضل من بولندا بكتير. النتيجه الامانه اصابتني بالاحباط، لاني كنت مجهز كلام كتير حلو عن منتخب السعوديه انه اول فريق بيتاهل للدور الثاني هو المنتخب السعودي، لكن قدر الله وما شاء فعل. السعوديه بيكفيها الفوز على المكسيك بالجوله القادمه ليتاهل للدور الثاني، وهي على مسؤوليتي. بس يفوز على المكسيك بالدور الثاني الجولة القادمة راح تأهل للدور الثاني بكل تأكيد. هارد لك للمنتخب التونسي الشقيق وللمنتخب السعودي الشقيق، على أمل أنه تعوضوا بالجولة القادمة. السعودية مصيره بإيدها وتونس مصيره بإيده بإيد غيره، الفوز بكفي للسعودية، لكن تونس لازم يفوز على بطل العالم وينتظر نتائج تانية. اعذروني لأني اليوم عن جد كتير زعلان، كتير كتير زعلان، يعني شيء بالمتناول للاسف ضيعناه من ايدينا. اتمنى اذا عجبك الفيديو تعمل لايك وكومنت، واذا مالك مشترك بالقناه اتمنى تشترك بالقناه، تسعدني كثير، وعلى امل ان نلتقي عما قريب. كان معك اخوك المعتصم بالله لقناه جرينتا سبورتس، بامل الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.